طلبة والطلبات الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الألمانية المبتدئين. معكم صحر بدر، إن شاء الله نكمل النهاردة صفحة 202 من كتاب سبيكتروم أ أينز إكسون سي، اللي هو الدرس العاشر. شتربتور انت ركيب زولن، اللي هو ينبغي، ده فعل من الأفعال اللي هي مضال فيرب، فعل بيجي في بداية الجملة متصرف، بعدين بيجي معاه فعل في نهاية الجملة في المصدر. ليزن زي اقرأ دي زيتس، الجمل أونت هينفايزر، واللي هي الإشارات أو التنبيهات اللي جاية. Ich soll zwei Tage zu Hause bleiben. Ich soll. Soll هو ده الفعل، وفي فعل تاني جاي في نهاية الجملة اللي هو bleiben. Ich soll bleiben. أنا ينبغي علي إن أنا أمكث zwei Tage يومين zu Hause في البيت. Das hat mein Arzt gesagt. الطبيب بتاعي قال لي كده. الجملة دي في البرفكت. Otto soll das Projekt morgen präsentieren. Otto ينبغي عليه das Projekt المشروع morgen غدا präsentieren إن هو يقدمه. زول و بريزنتيرن ده الفعل المتصرف اهو كونيجيت فيرب، و بريزنتيرن ده الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر. Das ist der Auftrag، الطلب او المهمه، فونش او امنيه، فوم شيف، من رئيس العمل. زول ايش اينين كافي ترينكن، طب لو جه مثلا في بدايه الجمله جمله استفهاميه، زول هو اللي ايه، زول هي ولا هيبقى الفعل المتصرف هيبقى في بدايه الجمله. زول هسال بيه يعني، زول ايش اينين كافي كوخن، هل ينبغي علي ان انا اعمل قهوه؟ Möchtest du das؟ أنت عاوز ده؟ هنا بيطلب هنا أمنية من الشخص. أما في الجملة الأولانية هنا كان هنا طلب من حد أو أمنية، لكن هنا طبعا هنا بيسأل بيتساءل. وهنا الجملة اللي بعدها زورش عندي أبوتيك جيت، هل ينبغي علي أن أروح للصيدلية أوند دي ميديكامنت هولن وأحضر الدواء؟ تمام، بيسأله طبعا هنا. فجاب الفعل المتصرف في بداية الجملة هو فعل زولن، والفعل اللي هو الأصلي جابه في الإنفينيتيف في المصدر في نهاية الجملة جين وهولن. ما كررهوش طبعا في الجملة دي لأنه الفعل في الجملة نفس الفعل في الجملة الأولانية. ساتس باو بناء الجملة، الجنسن زي أكمل، زولن فعل زولن إن ده ريشتيجن فورم بالشكل الصحيح، زولن بوزيسيون أينز اللي يكون في المرتبة الأولانية، لا إما الفعل لما أداة الاستفهام، لا إما الفعل أصلا لما بسأل بيه. رالف زواي تارجت سو هاوز بلايبن، يعني ينبغي عليه إن هو يقعد يومين في البيت. بوزيسيون سباي المركز الثاني، متل فيلد في نص الجملة، ذاتس إند نهاية الجملة، يبقى أهو هنا إيه؟ زول. رالف زول زواي تارجت سو هاوز بلايبن، بس إيش ماخن، أنا ينبغي عليه إن أنا أعمل إيه؟ بس زول إيش ماخن، يبقى هنا زول. زول استتو، هل ينبغي عليك؟ nicht auch ein bisschen spazieren gehen in der Kirche schwer, nicht als sollst. Soll, soll, sollst. Der Hülul. Adaha. Das sind die Wünsche, die Lomiyat von Susanna und Susanna. Was sollen die Personen machen? Al-Ashkhaz du liyan bagha liyum nama yamilu ee? رالف gesunder essen، رالف ياكل بطريقة صحية. رالف soll gesunder essen، ينبغي عليه إن هو ياكل بطريقة صحية. وهنا هنستخدم فعل sollen، ينبغي. رالف soll gesunder essen. طيب تانتا إيرينا، تانتا إيرينا، إيرينا يفطر في الغالب في سوزانا كوخن، اللي هي تطبخ لسوزانا، يبقى الجملة دي عاملها إزاي؟ عايز أقول تانتا سوزانا ينبغي عليها إن هي تطبخ لها. يبقى تانتا إيرينا زول افتر، ينبغي عليها في الغالب في سوزانا كوخن. ايش انا نشت زولانج ارايتن، ان انا ما اشتغلش فترة طويلة. ايش زول نشت زولانج ارايتن، ايش زول نشت زولانج ارايتن، انا لا ينبغي علي ان انا اعمل فترة طويلة. Du أنت mehr Zeit für die Familie haben، يكون عندك وقت أكتر للأسرة بتاعتك. يبقى du sollst mehr Zeit für die Familie haben، ينبغي عليك إن يكون عندك وقت كتير لأسرتك. Wir نحن nicht mehr so oft ausgehen، إن إحنا ما نخرجش كتير يعني، ما نقدرش نخرج كتير بالغالب. Wir sollen nicht mehr so oft ausgehen. إريك und إريكا mehr Sport treiben. إريك وإريكا ينبغي عليهم إنهم يلعبوا رياضة أكتر.
Erik und Erika sollen mehr Sport treiben. Bau nicht so oft Computerspiele spielen. Bau lehren wir alle neue Fotos, wie ihr für viele Computer gehen. Bau soll nicht so oft Computerspiele spielen. Wie war du? Ananas. Gesunde Freizeit. Trend. اللي هو الترندات بتاعت وقت الفراغ يكون صحي. Lesen Sie اقرأ den Text Ananas. Radfahren oder im Garten arbeiten. ركب العجل أو اشتغل في الحديقة. Das waren einmal die beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Das waren der Kern einmal في مرة من المرات أو في يوم من الأيام die beliebtesten أكثر شعبية Freizeitaktivitäten أنشطة وقت الفراغ der Deutschen الألمان. Auch der Spaziergang oder der Kinobesuch sind heute nicht mehr so beliebt wie früher. Auch Eltern, der Spaziergang in Mascha oder auch der Kinobesuch Ziyarat al-Cinema sind heute nicht mehr معرفة المهاردة خالص so beliebt محببة wie früher زي أيام زمان. Die Deutschen sitzen lieber auf der Couch und sehen fern oder sie surfen im Internet. Die Deutschen und Almanen sitzen lieber يعني, auf der Couch على الكنبة und sehen fern und يتفرجوا على التلفزيون oder sie surfen im Internet. أو يقعدوا على الإنترنت. Vor allem بالأخص, junge Leute, Schabab, verbringen täglich mehr als 4 Stunden im Netz. Verbringen يعني بيقضوا täglich يوميا mehr als 4 Stunden im Netz. أكثر من 4 ساعات على شبكة الإنترنت. Sie chatten mit Freunden. بيشيطوا مع أصدقائهم. Sehen Videos. بيتفرجوا على فيديوهات. Und spielen online Spiele. أو بيلعبوا ألعاب كمبيوتر. Besonders gesund ist das nicht. خاصة دي حاجة مش صحية. Nur 44% der Deutschen treiben regelmäßig Sport. Mehr als 50% machen keinen oder nur wenig Sport. Noah Fakar, 44% der Bauer Weinfamilie der Deutschen in Almen treiben im Marsum regelmäßige Sport, die eine Belagoriade der Dreh am Montazima. Mehr als 50% der Menchamsinfamilie machen keinen Sport, in der Regel 50% Belagoriade Holz oder auch nur wenig Sport, auch Riade oder Jela. Bei den Sportarten sind Fitness und Workout mit 40% am beliebtesten. يعني أنواع الرياضة زي الفيتنس ستوديو والورك أوت ديت حوالي 40% أكثر شعبية ما بين الناس. أوف بلاتس 2 في المرتبة الثانية ليجن واندرن اللي هو بيقع أو بيكون اللي هو التجول والتشفير من السباحة متأخدوا 30% حوالي 38% 32% der Freizeit Sportler Joggen حوالي 32% فرايتسايد سبورتلر يعني بيكونوا لعيبة الماء وقت الفراغ جوجن بيجروم 1,5% ماخن يوجا حوالي 11.5% بيلعبوا يوجا und 8,8% spielen فوسبال حوالي 8.8% بيلعبوا كرة القدم. Die meisten Nicht-Sportler sagen, معظم اللي ما بيلعبوش رياضة مش رياضيين Sie haben für Sport zu wenig Zeit, an dem Ort قليل للرياضة. تمام كده يا شباب بالتوفيق لحضراتكم إن شاء الله. وبكده نكون أنهينا حلقتنا النهاردة. نتمنى أكون أفدتكم يا رب وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم.